بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعنا النهاردة زي ما انتم شايفين عبارة عن التحكم في 4 ريلي. الـ4 ريلي داخل ريلي مديول شال 8 ريلي عن طريق الأردوينو أونو وأربعة بوش بوتوم. احنا كنا عملنا التحكم في الريلي من خلال بوش بوتوم قبل كده، بس الجديد في المشروع دوت ان الـ4 بوش بوتوم كل بوش بوتوم هيتحكم في ريلي بتايمر مختلف. يعني كل بوش بوتوم بيبقى ليه تايم مختلف عن البوش بوتوم التاني، يعني وممكن كله يشتغل مع بعضه. يعني دوت 3 ثواني، دوت 6 ثواني، ده 9 ثواني، دوت 12 ثانية. تمام، زي ما احنا شايفين الليدات بتنور، والليدات بتنور معنى ذلك ان ريلي شغال معاه، وممكن كله يشتغل مع بعض. يعني انا ممكن اروح دايس اللي هو الـ4 بوش بوتوم مع بعض، وهنشوف ان هو كل واحد بيطفي حسب التايم بتاعه. الاولين 3 ثواني، 6 ثواني، 9 ثواني، 12 ثانية. تمام، ده تشغيل المشروع بكل بساطة. ممكن طبعا تعدل في التايم زي ما انت عايز، وممكن تستبدل البوش بوتوم اللي هي البرسات اللي احنا عاملينها دي بسنسورز. يعني مثلا عندك سنسور ووتر ليفل، مستوى المية، او سنسور غاز، او سنسور دخان، او سنسور اي سنسور، اي مجموعة سنسورات، والريليهات دي هتبتدي تشغل مضخات او تبتدي تشغل انظمة حسب ايه السنسورز ما بيحس ويبتدي يشغل الريلي. يعني السنسور بيكتشف الحالة وعلى أساسها بيشغل الريلي، اللي هو الريلي طبعا بيبتدي يشغل اللي هو مضخة، يشغل إطفاء حريق، يشغل جرس إنذار، يشغل جهاز اتصال بالتليفون. استخدامات عديدة. الجميل في الموضوع هنا والجديد إن إحنا عندنا تايمر مختلف لكل بوش بوتوم، وكلهم ممكن يشتغلوا مع بعض، ومش شرط الترتيب. يعني انا ما عنديش الترتيب، ولما بشغل واحد مش شرط ان هو بيفصل التاني، لا ما يفصلش التاني. تمام، زي ما احنا شايفين كده دوت. احنا حبينا نوريكو الدايرة في الاول وظيفتها، وبعد كده ان شاء الله نخش على التوصيل والكود. احنا دلوقتي اتفرجنا على الدايرة وهي شغالة، والمشروع دوت يعني بيقول عليه مالتي تاسك. مالتي تاسك يعني بيقوم بمهام متعددة في نفس الوقت. هو في الحقيقة مش مالتي تاسك ولا حاجة، هو يعني إيه حاجة زي إيه، بنلف حوالين موضوع المالتي تاسك ده علشان نعمل كذا وظيفة في نفس الوقت. يعني الـ4 زرار يشتغل في نفس الوقت، كل واحد يشتغل بتايمر معين، وكل واحد ما يوقفش فيها. طيب نتفرج على المكونات اللي هي موجودة معانا بتاعت المشروع بارتس. عندنا هنا اللي هو دي الدايرة كلها بالكامل عليها كل المكونات. دوت اللي هو الأردوين أونو، 5 فولت بيطلعوا من هنا، بيروحوا فين؟ على البي سي سي في الريلي موديول ده، 8 ريلي موديول. وديت البرسات على 6 7 8 9، مربوطة بمقاومة 10 كيلو للجراوند. وديت اللي هي الانبوت بقى اللي بنديه للريلي علشان يبتدي يشتغل يشتغل اون اوف. وهنا التغذية بتاعت الريلي بنغذيها من بره الاردوين. احنا ممكن نغذيه من جوه الاردوين، بس بيعمل مشكلة ما بيقدرش يغذيها تغذية سليمة، فبنجيب ادابتر 5 فولت وبنغذيه كده. وطبعا لازم نشيل الجمبر اللي هو بالازرق اللي موجود هنا. وهنا تحت كده لوظيفة الريلي، يعني هنا بتدي 220 للمبة ديت، وبتدخلهم على ال NC والكومون اللي هو نورمال كلوز والكومون. لما بتضغط البريسة بيبعت للريلي موديول بيشغله، بيمرر باور من خلال الريلي للمبة. ممكن بقى طبعا تستبدل اللمبة بأي شيء أنت عايزه، مضخة، أي شيء، أي جهاز طبعا أون أوف. ونوقف بتايمر معين. طيب دي كده الدائرة ككل. نتفرج على المكونات. ده هو الأردوينو أونو معروف، الأدابتر، برسة،
مقاومة 10 كيلو، الريلي موديول، الريلي موديول هنا مهمة زي ما قلنا، هنشيل الجامبر وهنحط على البي سي سي، والجراوند التغذية جاية منين؟ من الأدابتر اللي هو 5 فولت، وهنا بي سي سي هتروح لل5 فولت اللي جاية من الأردوينو أون، والجراوند بنسيبه، وإن 1 و2 و3 لغاية 8 دولت الإنبوت بتاعت الريلي موديول عشان يبتدي يعمل الأون والأوف. تمام، هذه دي المكونات بتاعتنا كده بالكامل، وإحنا شفنا الدايرة وهي شغالة معانا. طيب نشوف برضو اللي هو نشوف على البروتيوس. ده السيميوليتر. تمام، هو انا حاطط له الملف بتاع الهيكسا، ونبتدي نشغل كده. كل الرنجات معانا شغالة، الرنجات طبعا ايه الريلي موديول ده بيشتغل بطريقة عكسية، يعني بتديله 5 فولت يبقى اوف. تمام، طيب هنبتدي بقى نشغل البريسات، نحاول نشغلها بسرعة عشان نشوف موضوع المالتي تاسك ده. تمام، ده 3 ثواني، ده 6 ثواني، 9 ثواني، 12 ثانية. وما يشترطش الترتيب، انت ممكن تبدأ من هنا، من هنا، من النص، من أي حاجة مش هتفرق معاك. المهم اللي هو التايمر، كل واحد هياخد التايمر الزمن بتاعه ويبتدي بعد ما كان اون هيبقى اوف. ادي الاولاني يعني خلصت 3 ثواني. ودي التاني خلص 3 6 ثواني بتاعته، والتاني ده هيخلص اللي هو 9 ولا 12، مش هيبقى فيه أي مشكلة، كل واحد 3 ثواني. طبعا التايم ده أنت ممكن تلعب فيه زي ما أنت عايز حسب الكيس اللي عندك، تبتدي تزود تنقص. زي ما قلنا هتشيل، ممكن تشيل البريسات دي كلها، تحط سنسورز، سنسورز يعني مثلا سنسور دخان، سنسور فوتر ليبل، اي سنسور. المهم ان هو ياخد ال5 فولت اللي هنا واربطهم بالجراوند، نزلهم على الجراوند او هيقرا، هيبتدي ايه يشغل الريلي اللي هي بالتايم بالوقت المحدد. تمام، ادي الريلي الاخيره اهو مستنينا اللي هو 12 ثانيه، خلص معانا كده. تمام كده الدايره بتاعتنا شغاله. تمام على السيميوليتر الايميوليتر. تمام مفيش أي مشاكل. طيب احنا هنقفل ده كده خلاص، نروح بقى ايه للكود بتاعنا. الكود بتاعنا اللي احنا مسمينه مالتي تاسك، نبص بصة سريعة على الكود، مش هنشرحه لأن مكتوب جنبه هنت، يعني هتلاقيه شارح نفسه جنب كل سطر كده هتلاقي الكود. تمام، ادي ديفاين بنعرف الريلي الاون على زيرو والاوف واحد. الريلي بيبقى امتى اون؟ لما يبقى واصل له زيرو باور، لما بيبقى واصل له باور بيبقى اوف، يعني ماشي بطريقة عكسية دوت، يعني لازم نبقى فاهمين النقطة دي كويس. تمام، ده هنا الكونستون اللي هو السعادة بتاعتنا، مستخدمين اللي هي الريليهات على بين 10 11 12 و13، والبوتونز على 6 7 8 9 زي ما احنا شفنا في الدايرة. وادي الزمن اللي هو 3000 6000 و9000، ده طبعا بالملي سكند. تمام، وديت الستيت اللي هو في الحالة الفلانية، الستيت بتاعت الريلي. تمام، وهنا التايمرز، انا اساين تايمرز، ودي الفيو سيت اب اللي بتتنفذ أول مرة ساعة ما البرنامج يبتدي يقوم، بحيث ال طبعا هنا في السيريال ممكن تشوف الداتا بيت على السيريال، لو فتحت الترمينال هنا بتاعت السيريال تشوف الداتا، والديجيتال رايت ريلي اوف، وادي المجموعة بتاعت ديت الفويد لوب بتاعتنا، وديت التريجر بقى اللي هي التريجر بقى اللي ايه اللي بنروح لها علشان ننفذ البتاع ده لما يبقى فيه ايفنت معين.
ليه دوت اللي هو ايه بيدي لك احساس ان انت شغال مالتي تاسك، انما هو مش مالتي تاسك، لان زي ما قلنا البروسيسور دوان ضعيف جدا ما بيشتغلش مالتي تاسك خالص. طيب ادي الفويد ريد، الديجيتال ريد ممكن مسوي لو اذا كان لو ستيت واحد اللي هون تايم، تاخد التايم الكرنت من ملي سكند ويبتدي ايه يشغل عليه، وبنكرر الكود ده 1 و2 و3 و4، وهنسيب الكود في نهاية البرنامج في التعليق، بحيث إن أي حد يحب يشتغل عليه على طول، ونسيب الفايلات برضه بتاعت البروجيكس بس تشتغل عليها مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.